وفي محاولة لإصلاح ما أفسده القصف الحوثي على تعز، تم تشكيل الجمعيات اليمنية للتنمية والإعمار لحصر حجم الدمار في المدينة المحاصرة ومحاولة ترميمها وسط مطالب الأهالي بتدخل الحكومة الشرعية لفك الحصار عنها. بقايا مبان عفى عنها الزمن باكرا، مهدمة ومدمرة، لا جدران ولا أعمدة ولا أسقف بطبيعة الحال، مثلها مثل كثير من المنشآت الحيوية الموجودة في تعز، لحقها القصف الحوثي والضرب بقنابلهم الذي أتى على مظاهر الحياة في هذه المدينة الجبلية وسط اليمن. حصار من الخارج ودمار من الداخل، فلم يكن المفر إلا بإنشاء المجموعة اليمنية للإعمار والتنمية التي تضم شركاء محليين وعربا تتولى حصر الدمار في تعز ومحاولة ترميمه. تم إشهار المجموعة اليمنية للإعمار والتنمية والإعمار، حيث قامت في إحصائية أولية لما دمره الدمار في محافظة تعز ما يقارب 1997 منشأة خاصة. 1997 منشأة خاصة كإحصائية أولية لعدد هالمنشآت الخاصة، و161 منشأة خدمية في المحافظة. مسعى جدي لإعادة الحياة إلى المحافظة التي تتعرض للدك والقصف الصاروخي على مدى 9 أشهر تقريبا، فيما يطالب أهالي تعز الحكومة الشرعية بالتدخل السريع والتجاوب على الأرض لإخراجهم من تحت أنقاض المعاناة اليومية التي يعيشونها في غياب البنية التحتية من مبان صحية وعلمية. تأتي لمطالبة الحكومة ورئيس الجمهورية بالوفاء بوعودهم وتعهداتهم بتحرير هذه المحافظة، فقد أوغلت ميليشيات الحوثي وصالح على قتل المدنيين وحصار هذه المدينة. نحن نتمنى من الحكومة أن تلتفت إلى معاناة أبناء تعز وأن تسرع في عملية التحرير. لا نريد وعودا، مللنا من الوعود، أبناء تعز ملوا من الوعود، وعود نسمع قعقاع ولا نرى طحلا، نحن نريد تحركات على الأرض. تكاتف جماعي لسكان تعز المدمرة والمحاصرة، ليس لإطلاق المطالب فحسب، وإنما بجدية تحقيقها أيضا. سماح السيد، الحدث. حكم القضاء التركي على سوريين بالسجن 4 سنوات بتهمة التسبب في غرق القارب الذي أقل الطفل إيلان الكردي. وكانت صورة جثة الطفل الكردي إيلان وهي ملقاة على رمال أحد السواحل التركية قد هزت العالم بما تعكسه من حجم المعاناة والتي يكابدها طالب اللجوء خلال رحلاتهم إلى أوروبا. ولقي إيلان حتفه في سبتمبر الماضي هو ووالدته وشقيقه بعد غرق القارب الذي كانوا يحاولون الهجرة على متنه من تركيا إلى اليونان. وعشية القمة الأوروبية التركية لبحث أزمة اللاجئين، لا زال أكثر من 30,000 مهاجر عالقين على الحدود اليونانية المقدونية في ظروف إنسانية صعبة، فيما يشهد مخيم كالي في فرنسا